صباح الخير جميعا. نلتقي اليوم في الجزء الثالث من الكورس. هو فعليا بحكي عن الكيميكال دروينج اند موليكولار فيجواليزيشن سيستم. في هذا الجزء فعليا حسب ما هو موجود في عنا في السيلابس رح نتعامل مع ثلاث انواع من البرامج زي ما احنا شايفين هنا. في عندي اللي هو الايزيس بروجرام، وفي عندي الكيم اوف اس 2 دي، والكيم سكتش، والكيم سكتش 3 دي. هذا فعليا اللي راح نقضيه مع بعض خلال الفترات الجاية. تمام، زي ما احنا شايفين في عندي انا في الكيم اوفيس. حتى نروح للكيم اوفيس، هو عبارة عن برنامج للرسم، وممكن ناخد منه جزء من الداتا. يعني هي القضية مش قضية رسم فقط، هي كمان ممكن ناخد منه بعض الحسابات. ماشي، بعض الحسابات اللي احنا ممكن تفيدنا في الكيمياء. تمام، فمبدئيا زي ما حكينا راح نبلش في محاضرة اليوم هي على البيسك كونسبتس. ماشي، كيف نتعامل مع الكيم اوفيس او الكيم درو. حتى طبعا الكيم اوفيس او الكيم درو يفترض يكون نازل عندك على اللابتوب تبعك او على الكمبيوتر اللي عندك. وزي ما اتفقنا في البداية انه راح يكون في عندنا احنا اصلا هاي البرامج كليتها موجودة على الدرايف تبع الجوجل كورس اللي احنا شغالين فيه، فبالتالي ما في اشكالية في الحصول على البرامج. واذا كان في اشكالية في الحصول على البرامج بامكانك انك تراجع الخولة مس خولة في مختبرات النساء، وهي راح تعطيك نسخة من كل هالبرامج اللي احنا حكينا عنها. حتى نفتحها بدنا ندور على البرنامج. في عندي هاي راح استخدم كمبيوتري، في عندي انا هنا هاي راح ادور على الكم، في عندي كم درو بروفيشنال، وفي عندي كمان كم 3 دي. خلينا نشوفهم سريعا. الكم درو واضح نحن نتعامل مع 2 دايمنشن، بينما هاي خلال راح افتح عندنا زي ما احنا شايفينه. طبعا الكم درو اللي احنا بنستخدمه هو الفيرجن 17. فكمان في عندي احتياطا، احنا طبعا اليوم فقط رح ناخذ على البيسك كونسبتس. هاي الكم كم 3 دي زي ما انتم شايفين عندي انا هنا، هاي كم 3 دي 17. كمان بفتح عندي شاشه او بفتح عندي سكرين مختلفه عن الثانيه. ممتاز، هي هو طبعا برنامج من بيركن المر. طبعا هذا البرنامج كثير قوي ومفيد جدا في اللي احنا محتاجينه. رح نشوف انه في حتى في بعض الامور اللي كنا نحكي عنها زي كيف نعمل جنريشنال سمايلز وكيف نعمل هاي الامور كليتها موجوده عندنا في باستخدام هذا البرنامج. فقط حتى نقارن بيناتهم، انا في عندي الكم اوفيس 2 دايمنشن زي ما انتم شايفين. هو في عندي انا هنا التولز اللي احنا بنرسم من خلالها، الان راح نشوفها مع بعض. والكم 3 دايمنشن اذا انتبهتوا شكل الصفحه مختلف تماما عن الشيء اللي موجود في ال 2 دي. ال 2 دي هلا احنا ما راح نعمل اشكاليه، نضلنا بيناتهم. راح نبلش في ال 2 دي بعدين راح نروح على ال 3 دي. فخلينا نسكر مع بعض ال 2 دايمنشن. ماشي، على نسكر ال 3 دايمنشن هاي كلوز، وظل في عندي انا فعليا ال 2 دايمنشن. اهم شغله في البدايه زي ما انتم شايفين عندي انا هنا، في عندي في ال 2 دايمنشن في عندي زيها زي اي صفحه وورد، بتبلش عندي من الفايل. اذا فتحنا الفايل راح نلاقي في الامور الموجوده في اي شيء، وورد، نيو دوكيومنت، اوبن، كلوز، سيف از، رن كم سكريبت، الى اخره. هذه اللي هي موجوده في الايديت. هي بتاخذ عندي من هنا طبعا معظمهم مش فعالات لانه احنا لسه مش رسمين شيء. في عندي البيست العادي، وفي هنا كوبي از، لاحظ انه مش فعالات لانه احنا ما في عندي مش عاملين اي شيء. لكن اذا انتبهتوا في الكوبي از في عندي انا السمايلز والاس ال ان والانش والهاي اللي هي بعض الامور اللي احنا مرينا عليها في المقدمه. وبكان نعملها نفس الشيء. باست سبيشال نفس الشيء، بامكاننا نحط سمايلز نيم، هاي الامور كليتها كله راح نجي له بالتفصيل. الفيو في عندي مختلف، فيو مختلفة، في عندي الاوبجكت موجودة. احنا خلينا نمر عليهم واحدة واحدة. اهم شيء خلينا نتعرف مع بعض على ال التولز او المين تول بار اللي عندي انا هنا. زي ما انتم شايفين عندي انا هنا، في عندي انا هو اذا حطينا على كل واحدة بتعطينا شو في عندي. هنا هي عندي الليزو، والليزو القصد فيها انه انا اختار لما بعمل عملية اختيار. لو حطيت هاي مثلا، هاي لو خيار بختار بالطريقة اللي انا بدي اياها. لو في عندي مركب، هاي رح انا احط مركب فرضا، هلا نجي له. فهاي عبارة عن ليزو، فبامكاني انا اختار اجي احكي والله انا ما اختار المركب كله، اختار جزء منه زي ما احنا شايفين هنا. هاي اخترنا جزء من هذا المركب، او بامكاني اختار نص المركب. هاي هنا اخترنا الكمية اللي انا بختار فيها. بينما في الماركي
احنا هنا بتكون في عندي على شكل سكوير، فبنختار المركب كامل. هاي هي فرقية في الاختيار اللي بيناتهم. تمام، في عندي انا هنا هاي هنا في عندي زي ما انتم شايفين structure perspective، structure perspective هي برضو عملية اختيار للمركب كامل. في عندي انا هنا هذه التول هاي كثير مهمة اللي هي fragmentation tool. الفراجمنتيشن تول هي عبارة عن أداة بإمكاني انا استخدمها بحيث اكسر جزء من المركب. لاحظ عندي انا هنا هاي الكيميكال فورمولا، هاي اخذنا عندي انا هنا، هاي اعطتني الاكزاكت ماس، اخذت المنطقة كان بعمل fragmentation للمركب. لو اخذت في واحد ثاني عندي انا هنا، هاي عملت له كمان fragmentation، وهي التول كثير منيحة هاي fragmentation. فأنا بإمكاني أعمل fragmentation للمركب اللي عندي. اللي هنا في عندي أنا اللي هنا هي عبارة عن البوند أو السوليد بوند اللي إحنا متعودين عليها. طبعا هاي البوند، هاي ماشي، هاي البوند. إذا بدي أعمل دبل بوند دبل كليك عليها بتعطيني دبل بوند. إذا عملت كمان بوند، هاي عندي هنا، هاي ممكن تطلع عندي أنا تريبل بوند. ماشي، طبعا لو فكرنا نعمل، طبعا هاي بامكاني اضيفها زي ما هي، فهي عباره عن بونز احنا بنستخدمها. هنا في عندي الاريزر اللي هي عباره عن محاي، ممكن نمسح اي شيء بدنا اياه. طبعا في عندي طريقتين لعمليه المسح، اما على سبيل المثال بختار، هي اخترت هنا انا في الماركي اخترتهم كلهم، ولو استخدمت ديليت اختارهم كم مره، هاي ديليت، هاي بنختار بامكان احنا نشطبهم. في عندي انا هنا مالتيبل بوند، ماشي، من 2 لـ 3، وهي عندي مالتيبل بوند مثلا، هاي زي ما احنا. هاي في عندي انا هنا للتكست تول بامكان اكتب فيها اللي انا بدي اياه، مجرد كتابه. هنا في عندي انا اللي هي الداشت بوند، ماشي، وفي عندي انا هنا اللي هي الهاشد بوند، وانتم عارفين انه احنا بنستخدمها على اساس تعطيني المركب تبعي بيجي من الاتجاه اللي انا بدي اياه حسب اللي احنا مستخدمين. في عندي انا الهاشد ويست بوند، هي على اساس تحدد لي هي. وفي عندي انا السوليد، هي الويست بوند العاديه هي، ها تمام. في عندي انا هنا اللي هي ممكن يكون في عندي دروينج اليمنتس، فرضا لو بدي احط كل هذا بتفيدني في حاله الرياكشن، بدي احطها فرضا، هاي حطيتها كلها في مربع. في عندي خيارات اخرى، هاي لو اخذنا بالرايت كليك في عندي الخيارات كل موجوده عندي انا هنا فرضا، هاي هنا لاحظ، ماشي. مرات كثير احنا محتاجين الكيميكال سيمبلز، كيميكال سيمبلز اللي هي بلس ماينس الى اخره، هاي موجودات عندي بهاي الشكل. هاي عندي انا اللون بير، وهي عندي الكترون وكل الخيارات الموجوده. في عندي هنا الويفي بوند، هاي الويفي بوند برضه اللي احنا بتفيدنا في الخيارات. في عندي هنا تول كثير مهمه اللي هي في حاله التشين رول. التشين رول اذا كان في عندي انا تشين موليكولز بدي اكتبه، فما في داعي في لحظه من اللحظات اظن اعملهم بوند بوند، فبامكاني احكي اختار التشين بوند وانا امشي فيها. لاحظ انتبه، هاي 3 4 5 حسب التشين اللي عندي انا بختار اللي بدي اياه. ما شايف انا عندي تشين من 10. طبعا هاي في عندي انا هنا كمان هاي اللي هي السايكلوبروبان، في عندي هاي السايكلوبنتين، في عندي هنا كمان السايكلوهبتين اللي هي 7، وفي عندي هنا السايكلو اوكتين، هاي التشير سايكلوهكسين، وهي التشير سايكلوهكسين اون بوند، وهي سايكلوبنتين وبنزين. فهاي بعض الحلقات الجزء. في تول احنا طبعا خليتها شوي، بس خليني انظف المنطقه اللي عندي، بامكان انظفها نعمل فايل احكي نيو دوكيومنت، فطلع عندي دوكيومنت جديد على اساس اكمل اللي هنا. اذا انتبهنا عندي انا هنا، في عندي هنا البن تول، لو اخترناها فانت فعليا بامكانك تعمل اللي بدك اياه. هي بن، انا بستخدم الماوس، بامكانك، هي عباره عن قلم بامكانك تضيف فيه اللي انت بدك اياه. في عندي هنا الارو، في عندي خيارات كثيره من الارز، كان فرضا هاي اللي عندي انا هنا، هاي الارز اللي عامل من تحت، ماشي، وهاي الارز اللي هنا، هاي ممكن اختار الارز اللي انا بدي اياه، السهم اللي بدي اياه، هاي، او استخدم هاي الاسهم اللي عندي من هاي النوعيه مثلا لما يكون في عندي حاله اكوليبريوم، وبكان اتحكم بطوله زي ما بدي. في عندي انا الاوربيتال، سم تايمز يو نيد تو درو اوربيتالز، فهي في عندي الاوربيتالز، هاي مثلا
ال p orbitals. في عندي هنا ال s orbital شفتها somewhere، هاي ال s orbital ماشي. مرات بنكون احنا محتاجينها. هنا في عندي البراكت كمان، مرات انا محتاج احطهم بين براكت، هاي كان اختار كل اللي احنا عملناه واحطه بين تو براكت واتحكم في حجمه. في عندي كمان اللي حدا حكينا عن البوند. في عندي هنا اذا بدي اعمل كويري تول ماشي، هاي تمام. في هنا انتبهنا، هنا في عندي كروماتوغرافي تول. خلينا نفتح صفحة جديدة نشوف كروماتوغرافي تول، هاي فايل نيو دوكيومنت، وخلينا نشوف مع بعض الكروماتوغرافي تول. هاي في عندي انا كروماتوغرافي تول، هي عبارة عن تي ال سي، هاي تي ال سي، وبامكاننا نتحكم. انتبهتوا هنا بامكاننا نتحكم في الار اف، نرفعها بس نكبرها، هاي رفعنا الار اف 0.5 0.4 الى اخره ماشي. في عندي واحدة ثانية منها اللي هي تمام برضو كروماتوغرافي، خلينا نشوف شو بتعطينا. هاي هاي هنا برضو متحكم فيها اذا كان في عندي ماشي يعني. هاي في عندي هنا ننبه على هذا الخيار اللي هو التمبلتس. التمبلتس هي عبارة عن مجموعة من ال ال الشيء الجاهز اللي انا مش مضطر يعني كل مرة اكتبه، فبكون فعليا عندي انا جاهز. على سبيل المثال، على سبيل المثال في عندي انا هي هنا، خلينا نشوف الادفانس. هاي بايودرو، في بعض الشغلات هاي في عندي انا البايودرو مثلا، بامكاني استخدم هاي بعض الاشكال اللي محتاجها في البيولوجي ماشي. في عندي انا امينو اسيدز، فانا بدل ما ضلني كل مرة اكتب الامينو اسيد بامكاني اختار اي امينو اسيد. فرضا هاي انا عندي هاي امينو اسيد ماشي، مجرد اخترته بنحط بعمل مباشرة، فأنا بس بختار الأمينو أسيد وبعمل بس ضب كليك على ال على السكرين اللي بين إيدي اللي هي الورقة الفاضية بعطيني إياها. في عندي خيار ثاني من ال في عندي هالأمينو أسيد، في عندي الأناتومي إذا كنت عم بشتغل بروجكت أو أي شيء ماشي. في عندي خيارات مختلفة يعني، هي أناتومي وأنا أناتومي. في عندي هي وين راحت، في عندي بني ادم، في عندي عين يعني different animal. في عندي animals كمان بامكاني، طبعا هاي اضافات جديده موجوده في الكيمدرو لانه قديما ما كانت موجوده. في عندي aromatic compounds، اشكال مختلفه يعني، بمعنى اخر انا مش مضطر كل مره ارسمها، في بعض الامور تكون جاهزه، فبالتالي تكون عندي هاي bicycle bio instruments اذا انا بعمل بروجكت وبدي احط فيه مثلا صور بعض الاجهزه، bio arts bugs clipboard بارت 1. هاي في عندي بعض الاجهزه بنستخدمها، بعض الاجهزه اللي انت مش مضطر تنمهمها، كونفورمز رينجز الكانز دي ان اي، فهاي كليتها عندي انا موجوده. فكمان مره بسوى في البارت الاولاني اللي احنا شغالين فيه نتعرف على التولز اللي بين ايدينا، نتعرف على هاي التولز اللي هي البيسك تولز اللي بين ايدينا، انواعها وكيف ممكن نتحرك فيها في المرحله اللي احنا شغالين فيها. تمام، احنا الان هي احنا هاي التولز اللي بين ايدينا ماشي، اتعرفنا عليها. ونرجع كمان مرة للخيار، هي رجعنا للبرنامج تبعنا ونشوفنا. فبالتالي زي ما حكينا لغاية اللحظة تعرفنا على التولز، تعرفنا على كل واحدة فيهم كيف ممكن نرسم فيها. لو كان في عندي انا مركب معين بدي ارسمه، برسمها بالتولز الموجودة اللي عندي او بالبروجكت اللي انا بدي اياه. اذكر لغاية اللحظة كله احنا بنشتغل على 2 دايمنشن. خلينا نشوف مع بعض هاي فايل نيو دوكيومنت على اساس بس ننظف الدنيا. طبعا طلع انه احنا لغاية اللحظة انا كل دوكيومنت بفتحها بتكون موجودة، انتبهتوا فوق انا في عندي هنا دوكيومنت نمبر 4، يعني الدوكيومنت اللي انا بدي ارجع للدوكيومنت القديمة بس نزلها تحت بلاقي هاي الدوكيومنت اللي ورقت. هاي هاي الدوكيومنت اللي حطيناها، هاي لقينا ماشي، هاي سوري هاي هاي الدوكيومنت نمبر 4 وهي الدوكيومنت نمبر 3. فكل الدوكيومنتس الموجوده يعني ما بتاثر عندي باي شيء، او بامكاني اسكرها. فرضا خلينا بدنا نحاول مع بعض نرسم بنزين، فرضا نرسم بنزين. هاي البنزين عندي انا حتى ارسمه. قبل ما نرسم اطوال الروابط اللي احنا بنشتغل فيها شغله كثير مهمه ان نحددها، يعني ما بينفع انه والله كل مره الانجل مختلفه على الثانيه. فاذا انتبهنا انا عندي هنا في عندي فيو، وفي عندي انا هنا اوبجكت، وفي عندي ستراكشر ماشي، وفي عندي كمان هنا تكست كيرف زي ما حكينا وكلر وسيرش،
صحيح. انا في حتى في السيرش ممكن ارسم المركب زي ما تعلمت مع دكتور خلدون على موضوع الداتابيس، او بامكاني كمان اعمل له فايند ستراكشر من الداتابيس، يعني مجرد ارسمها انا هنا ممكن اعملها فايند ستراكشر من الداتابيس. خلينا نرسم مع بعض البنزين لو سمحتوا. هاي فرضا البنزين رسمناها، هاي اول بوند، وهي لاحظ في شغله كثير مهمه انت حتى تعمل انه احنا يعني لو حطيت لو هاي لو عملت الرابطة بهاي الاتجاه ما رح تكون كونكتد مع البنزين. خلينا نشطبها وننتبه على الحركة اللي رح تطلع عندي انا هنا. في عندي انا هاي البوند اللي عندي هنا حتى تيجي مع البنزين لازم في عندي الدائرة الزرقاء اللي بتطلع موجودة هنا لازم تكون موجودة. فبالتالي هاي كملنا، هاي 1 2 3 وهاي 4 وهاي 5 وهي هلا بنربطهم مع بعض على 6. طبعا مش منتظم ما في اشكاليه، وهي احنا حتى يطلع عندي بنزين، هاي في عندي انا هنا دبل بوند، حتى نطلع الدبل بوند هي عباره دبل كليك على الرابطه اللي انا بدي اياها، هي واحده هي ثنتين وهي ثلاث. ماشي، الشكل عندي انا مش منتظم، فبنعمل خطوه كثير مهمه لو اخترنا عملنا سيلكت للمركب ماركي سيلكت، هي اخترنا اياه وبروح فعليا على الاستراكشر وبعمل كلين استراكشر. في عندي انا هنا شغلتين طبعا لاحظوا ان احنا هلا خلينا نمر على هذول، ما دام احنا صار في عندي مركب صفى جزء منهم فعليا اتفعل. فاول شغله خلينا هاي الاستراكشر احنا رسمناه، في انا عندي هنا تشيك استراكشر، لو عملنا تشيك استراكشر بيعطيني انه المركب انت رسمه صحيح ما في اي مشكله، نو ايرور فاوند. هلا رح نعمل في نفس المركب ايرورز ونشوف والله. هاي رح نحاول نحط، هاي انا في عندي بدي احط تريبل بوند هنا، وهذا الحكي طبعا خلينا اذا اخذها مني هاي تريبل بوند. ماشي، طبعا هذا التريبل بوند مستحيل، لانه مستحيل هنا يكون في عندي انا تريبل بوند، ومع هيك خلينا نعمل نشوف والله تشيك ستراكشر ونقول له تشيك ستراكشر نو ايرور فاوند. ما اعطانا اياها غلط، مش مشكله، خلينا نشطب البوند اللي عندي انا هنا. تمام، خلينا زي ما حكينا نختاره ونعمل في خيار اللي هو كلين اب ستراكشر. لو عملنا كلين اب ستراكشر زي ما انتبهتوا عمل يعني ضبط البوند لكل واحد فيهم بشكل متساوي وبدون اي مشاكل. فهنا عندي كلين اب استراكشر. لو شلنا عمليه الاستراكشر اللي موجود عندي انا هنا، هاي الاستراكشر موجود عندي، ارجع بالله اطلع على الاستراكشر في معظم الامور هنا مش موجوده، معناته في عندي كمان مره انا حتى اتعامل مع الاستراكشر خليني هاي رسمنا. طبعا في طريقه ثانيه للرسم اللي هي انا اخذ البنزين على سبيل المثال، هاي من هنا عندي بنزين انا هنا وهي رسمتها مباشره طلعت عندي حلقه البنزين اللي هي باستخدام التملت. راح نشطب الاولانيه وهي رح نخلي واحدة حلقة بنزين فقط واحدة عشان نشوف شو في عندي خيارات في المنيو. احنا هدفنا اليوم فقط نتعامل مع المنيو نشوف شو في عندي خيارات موجودة فيها. هاي ديليت او هاي بالرايت كليك، في عندي انا هنا هاي ديليت وين ديليت كلير، هاي كلير. ماشي، رجعنا اخترنا المركب تبعنا. ماشي، اذا استخدمنا قبل ما نروح هناك في عندي على الرايت كليك، رايت كليك بالماوس بتعطيني خيار، تعطيني كات كوبي بيست ديسبلاي وارنينج الاين ديستريبيوشن فليب روتيت. لو عملنا روتيت بلف المركب بمقدار 90 درجه فرضا، هاي 90 هاي روتيت، طبعا مش حيبين معنا شيء. خلينا نحط له على سبيل المثال ذره كلور، بدنا نضيف هنا خلي كلور بنزين حتى نضيف كلور، هاي كلور حطينا هنا البوند، وحتى تكون كلور بنروح على الاي التكست ونحكي له هاي سي ال، هيك صفنا عندي كلورو بنزين. فهسه لو جينا عملنا له نعمل عمليه روتيشن عشان يبين معنا وين هاي في عندي فليب هوريزونتال بلف بيعمل انعكاس 100%، في عندي روتيت، هاي الامور هاي في عندي هاي. خلينا نستخدم المنيو زي ما حكيت، احنا فقط نتعرف على المنيو، اختار مركبنا. لو اخذنا رايت كليك بتعطيني خيارات كات كوبي بيست الاين ديستريبيوت اد فريم فليب زي ما حكينا، روتيت 180 درجه، روتيت فيرتيكال 180 درجه، سكيل، اوبجكت سيتنج، هاي الامور كليتها. في عندي تحت تي ال سي بليت طبعا يعني مش مفعل احنا لسه ما اشتغلناهاش. في عندي انا هنا اناليسز، هاي جديد الاناليسز واضح انها مفعلة، خلينا نشوف شو بتعطيني في الاناليسز. انا قاعد بحكي على رايت كليك لسه، ممكن تعطيني هنا احكي لي ممكن اعطيك نيم، شوف لو عملنا هل بعطيني النيم؟ نعم اعطاني انه كلورو بنزين، فاحنا بامكاننا نعمل جنريشن له من خلال النيم، يعني احنا نرسم مركب ويعطيني النيم. نرجع كمان مره نقول له اناليسز، ماشي، هل ممكن يعطيني في عندي كمان شيء خيار اخر؟ اعطاني كيميكال فورمولا، هاي الكيميكال فورمولا اعطاني اياها كامله،
اعطاني كمان في عندي في الاناليسز للمركب تبعي اعطاني الاكزاكت ماس. ماشي، لاحظوا انه في خيار عندي تحت انه اعطيني الاناليسز كامل، في هي اناليسز اعطيني الاناليسز كامل اللي هو اعطاني النيم والموليكولار ويت، ممكن يعطيني كمان موليكولار ويت هي 111 ممكن كمان هي اناليسز اعطاني ام على زد في الماس اللي هي ماشي، اعطاني كمان شوف شو في اناليسز هي اليمنتال اناليسز اعطاني المنتال اناليسز الكربون 64 الهيدروجين 4 تقريبا 0.4 الكلور 31 اعطاني. طبعا بامكانه هي وين رحنا اناليسز بامكان هي اعطاني اياهم كلهم، بامكاني طبعا اختارهم كلهم مره واحده من اول شيء. موليكولز هاي اعطاني نفس اللي احنا عملناه قبل شويه انه بامكاننا برضه بدل ما اروح للستركتشر اعمل كلين بامكان اعملها من هاي. فبالتالي هاي في عندي انا هنا مجرد استخدم الرايت منيو. انا الهدف اليوم فقط اتعرف على التولز والمنيو، مش هدفي اعمل اي شيء اخر. فحكينا انا رسمت المركب، اخذت كلوروبنزين، عملت رحت على الستركتشر هاي اذا بتذكروا عملنا رحنا على الستركتشر عشان نعمل تشيك اب ستراكشر او كلين ستراكشر، لقينا انه بامكاننا نعمل نفس الشيء باستخدام الرايت منيو. مجرد هي اخترت المركب وحطيت المركب وعملت رايت كليك في الماوس، في عندي انا هنا في انا في المولكيولز هي موجوده عندي انا هنا كمان نفس الخيارات تشيك اب ستراكشر كلين اب ستراكشر. في عندي هنا خيار ثاني اللي هو كوبي از. الكوبي از نفس المركب اللي احنا مذكرين موضوع السمايلز اللي احنا عملناه، فالكوبي از بامكانه لو حكيت له كوبي از سمايلز هاي كوبي از سمايلز هلا هو راح يعطيني اياه، وهي انا عندي بروح على الايديت او في نفس خلينا نستخدم رايت كليك في عندي انا هنا هاي بيست. ماشي، لاحظ اعطاني السمايلز تبع المركب، فانا المركب رسمته كمان مره نشوف شو اللي عملناه. هاي انا المركب رسمته هاي كوبي وعملت له هاي اما باخذ من الايديت بحكي له كوبي از as smile هي اللي انا عملته، او زي ما حكيت ممكن اوصل نفس الحركه من خلال الرايت كليك اللي هي وين راحت molecules copy as نفس الشيء اعطاني smiles. تمام، ولما جيت عملت اجيت على الستراكشر قلت له copy as smiles، اجيت حكيت له smile هي paste اعطاني اياه على شكل سمايلز اللي احنا تعلمنا ضمن القواعد اللي تعلمنا فيها. هلا بدي اعكس، لو اخذت انا عندي السمايلز الموجوده عندي انا هنا هي سمايلز وحكينا له copy هاي مولكيولز وكوبي هاي كوبي از هاي كوبي وين خلينا ناخذها هاي سمايلز انا عندي هنا هاي اديت كوبي سمايلز كوبي از سمايلز نشوف عملنا هسه قلنا له بيست نشوف شو بيعطيني اعطانيها نفسها. لا انا بدي اعمل حركه ثانيه اللي هو يعطيني كوبي از هاي اديت بالضبط هاي اللي احنا بدنا نعمله. ماشي، لاحظ انا اعطيته اياه اخذته كوبي او عملت له بيس سبيشال اعطاني نفس المركب. طبعا هو اعطاني اذكركم انه احنا في لما يكون في عندي رينج او يكون في عندي اروماتيك بنتعامل بالحلقه اللي هي اوبن او كلوزد، فهي بامكاني اعكس يعني بامكاني اخذ الستركتشر اخليه يتحول لسمايلز او السمايلز يتحول لستركتشر. ماشي، فهذه مبدئيا اللي احنا بدنا نتعرف عليها، معناته احنا كل اللي المطلوب منا فقط في هذا البارت في هذا البارت الاولاني هو انه نتعامل مع التولز، نتعامل مع التولز اللي احنا حكينا عنها انه هي بذكر في التولز في التمبلت مثلا هي طلع لي انيمالز مثلا هي بامكاني هي كدني اناتومي هي في عندي انا هنا هي بامكاني احطها. ماشي، وهالامور هاي كليتها كل مطلوب منا في الـ في الـ في البارت هذا شغله كثير بسيطه اللي هي فقط نتعرف كيف بدنا نتعامل مع التولز مش اكثر من هيك، لانه اذا تعاملنا مع التولز الباقي سهل. زي ما حكينا في انا عندي الاستراكشر هاي استراكشر خليني كمان مره بالله هاي كمان مره حكينا في عندي شغله كثير مهم في الاستراكشر ممكن اعمل شويه كالكوليشن بسيطه هاي استراكشر. رحنا هنا في عندك في عندنا كمان في نفس الاشي برضه على التولز احنا هي راح افتح واحد جديده edit a new document. ماشي، هنا رح نرسم حكينا احنا شو كنا شغل في الكلوروبنزين هاي في عندي انا هنا هاي كلور وحتى احط الكلور لو اخذت هنا مديت بوند وحطيت لها وحطينا انا عندي هنا هاي كلور
هاي كلورو بنزين وعملنا سيلكت. لما عملنا سيلكت للكلورو بنزين بالله خليني اعمل، بدي اعمل شغله غير الكلورو بنزين، بدي احط انا هنا على سبيل المثال هاي خلينا على الاي، هاي بدي اعمل حول هاي نفترض لاكسجين، هاي البوند احولها لاكسجين، شوف هل بيقبل مني ولا بيعطيني ايرور. حتى احطها هنا فرضا نعتبر انه هاي عباره عن بنز اكسجين، هاي نختارها وفي الاو كمان مره اورجيكم شو اللي عملناه. اجينا بدي اكتب انا هنا هاي اخذت الاي اللي هي محل ما بكتب التكست، والمنطقه اللي في الرابط اللي عندي هنا دبل بس كليك فتحت، فبدي احولها لاكسجين كابيتال، هاي حطينا اكسجين واعطينا. لاحظ انه هذا خلينا نعمل سيلكت، والله لاحظ انه اول ما عملنا حطينا اكسجين مباشره اعطانا دائره حمراء، لانه بالتاكيد في شيء غلط. السبب طبعا الغلط كليتنا عارفينه، انه الاكسجين هي بتاخذ 2 بوند بينما هنا عندها 1 2 3 4، فهذا الحكي غلط. طب لو فكرنا نعمل تشيك ستراكشر هل بقول لي في عندك غلط؟ هي تشيك ستراكشر حكى لي طبعا انت عندك هنا ان اتوم ان ذا ليبل هاز انفاليد فالنس، فهو يعني لما حطينا الاكسجين هنا بالتاكيد غلط، فحكى لي انه في عندك مشكله في الاكسجين اللي انت عملها، فخلينا نصلحها نرجعها لكربون. هاي كربون هيك يفترض الامور سليمه بالنسبه، لا حطينا كلور، خلينا نظبطه على كربون. هاي كربون ماشي، هيك المركب تبعنا طلع اموره ممتازه. لو عملنا تشيك ستراكشر، هاي تشيك ستراكشر ما راح يحكي لي، راح يحكي لي نو ايرور تشيك ستراكشر، فبالتاكيد نو ايرور فاوند. انتبهوا على شغله، انا حكما هو بتعامل مع البوند على اساس انها كربون، انا اذا بدي اظهرها ما في اشكاليه بامكاني احطها هنا، بامكاني احسب المثال هاي نيجي هنا اذا حابين نكتبها بالشيء اللي احنا متعودين عليه، ممكن احط هنا انا كربون هاي كابيتال كربون هاي كربون ماشي مباشره. هاي نرجع كربون رح اقول لي تشيك ستراكشر، ليه؟ لانه الاصل تكون كربون اتش، ما دام حولتها قدرت بدي اكتبها كربون هاي كربون اتش. هلا اعتقد هلا ما في اشكاليه، هاي الاستراكشر تبعنا وين راحت، هاي التشيك ستراكشر تبعنا ما في اشكاليه. خلينا في الاستراكشر برضه بنتعرف على المنيو في اللي بين ايدينا، في عندي انا هنا كونفيرت نيم تو ستراكشر وكونفيرت ستراكشر تو نيم، بس لكن في هنا شغله جديده هنا طلعت معنا لما بنختار اللي هي بريدكت البروتون ان ام ار شيفت. لو عملناها راح تطلع عندي نيو بيج فيها زي ما احنا عارفين، فيها عندي انا هنا اللي هي استيميشن للبروتون، استيميشن للبروتون اللي هي لاندا شيفت، فهنا هيك كان عمل استيميشن من خلال عمليه كالكوليشن، هي لكل واحد اعطى لاندا شيفت تبعها. لو رجعنا طبعا هاي المنيو زي ما حكينا احنا ما خسرنا شيء، هي بنجيبها لهون وبنرجع، هي اللي هي الدوكيومنت 6 وبنرجع للدوكيومنت الاصليه تبعتنا. بامكاني اعمل كمان استيميشن لل ان ام ار ماشي، برضه هي اعطانا ال ان ام ار شيفت استيميشن مع كل وحده فيهم. برجع باكد كمان مره، احنا كل اللي بنعمله اليوم فقط مرور على المنيو، بدناش تفاصيل كثير، رح نيجي خلال المحاضرات الجايه رح نتعامل معها بطريقه يعني باكزامبلز كيف نعمل فيها، بس ما فينا نعمل هذا الحكي اذا ما كناش عارفين المنيو كيف بتشتغل فعليا. فالاصل انه احنا نلفلف على المنيو ونشوف ناخذها ك يعني صار عندنا خبره منيحه فيها، بعدين رح ناخذ كل واحدة كمثال كيف نتعامل معها. فهي زي ما حكينا تعرفنا مع بعض على نرجع كمان مرة، تعرفنا مع بعض كيف نرسم، حتى نرسم نستخدم انا التولز، في عندي انا هنا هاي التولز. طبعا اذا بدي احط غير اي بوند، فرضا بدي افترض انه هاي عبارة عن نيتروجين، الموضوع كثير بسيط، انا هاي بختار البوند اللي بدي اياها، بروح على الاي اللي هي التكست، هاي في عندي انا هنا على هاي اختار حط اي نيتروجين، طبعا احنا بنكتب بكابيتال لتر ماشي، هاي نيتروجين انحطت فبالتالي ما في اشكاليه، بامكاني احط اي بوند انا بدي اياه ماشي تمام. هذا تعرفنا عليها. هلا في ملاحظه ثانيه، انت لما بتكتب فعليا لو فرضنا بدنا نكتب مثلا هاي سي اتش اتش 3 ماشي، هاي لاحظ سي اتش 3 سي اتش 2 عم باخذها، او سي اتش 2 سي اتش 3 عم باخذها مني ب كانها كتابه عاديه، لكن ثواني شوي خلينا نشوف هل بامكاننا نكتب بطريقه اللي هي از ستراكشر تبعنا، يعني تكون فينا الاستراكشر يكون واضح تبعنا. اي اوبجكت سيتنج ماشي، خلينا نختار هي هنا، خلينا نختار هي هنا اوبجكت سيتنج، اخترنا مركب ونشوف بامكاننا نعمل شغله وين ابلاي اوبجكت سيتنج و ملامش امريكان كيميكال سوسايتي
مش مشكلة، ماشي. هاي ماشي، اخترنا هاي، رحنا على الاوبجكت قلنا له والله اختار الاوبجكت سيتنج على اساس اوبجكت سيتنج اختاره لوين، للكرنت دوكيومنت ولا على اساس امريكان كيميكال سايتي دوكيومنت. خلينا نشوف امريكان كيميكال سايتي سيت از ديفولت، طبعا از ديفولت بدنا اياه از ديفولت. خلينا نشوف، لاحظ انه لما اخترناه از امريكان كيميكال سايتي صفى يتعامل معي كاز كيمستري، فتحولت كل السي اتش 3 از سبسكريبت تحت. لو جربنا الان نكتب شغله ثانيه، ماشي، هاي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، ماشي، نفس الشيء حتى نختاره. بنرجع بنختار هاي، اختار المركب تبعنا، اختار الاوبجكت تبعنا، وانا ما بدي اياه تكست، انا بدي اياه، بنرجع على الاوبجكت بنقول له انا بدي اياه ابلاي اوبجكت كرنت دوكيومنت امريكان كيميكال سوسايتي. هاي هسه رح احول اياها مره يس، ماشي، حول اياها بهي الشكل اساس يميز ما بين التكست والكيميكال اللي احنا بنكتب فيها. اعتقد في البارت الاولاني اللي هو زي ما حكينا البيسك كونسبتس اللي هي كيف نتعرف على المنيوز وكيف نتعامل نلفلف عليها من اولها لاخرها، بالنسبه لنا كثير كفايه. الله يعطيكم العافيه، رح نرجع كمان المحاضره اللي وراها او اللي وراها رح نرجع نشوف كيف ممكن ناخذ اكزامبلز من اللي احنا شغالين فيه. هاي الكيمدرو تبعنا تمام، هاي الله يعطيكم العافية، ونلتقي في محاضرة ثانية إن شاء الله.